السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، الدبل ملهاش علاقة بالزهر، هل هي حرام ولا حلال؟ نعم. قول وسع دينك وانصر دينك. نعم 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 نعم. حكم قول وسع دينك وانصر دينك. ينصر دينك؟ وسع دينك. يسعد دينك وانصر دينك؟ والدبل هل هي حلال ولا حرام؟ انت اللي مدخل ينصر دينك في الضمن حلال ولا حرام دلوقتي؟ خلاص ينصر دينك. ماشي، واحد متعجب من الاخر قل له ينصر دينك. كلام طيب ما فيه مشكلة. ايوه. الضمن اقل الاحوال كراهة. لأن دخل في النرد لأنها زهر. والنبي يقول من لعب بالنرشير فكأنما. ها؟ هي ملهاش علاقة بالزهر، هي حاجة، هي زهر يا أخي، ما عليها زهر. تمام، يعني كده حلال ولا حرام؟ لك ما أقل الأحوال كراهة، مكروهة، ابتعد عنها. شكرا. السلام عليكم.